السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا ليبدأ آراءكم بشأن ما راح نعرضه أو ما لديكم من مواضيع. للمشاركة بالبرنامج مشاهدينا الكرام عندكم 4 أرقام للاتصال، بالأعلى رقمين للداخل من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. الرقمين اللي بالأسفل الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر، الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط، وأيضا باقي دول العالم اللي يشاهدونا الآن يقدرون يتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على الرقمين الموجودات بالأسفل. وذني الرقمين اللي موجودات بالأسفل اللي بصفهن إشارة واتساب، أي رقم من ذني الرقمين تقدرون تدزولنا عليه رسالة واتساب في حال ما قدرتوا تحصلون على الاتصال مع شديد الأسف، دزولنا رسالة أتمنى تكون مكتوبة مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها، أو اسمك أو مكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بالعرس الشبابي اللي هو ثورة تشرين. اليوم السبت 1/10/2022، تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين ببغداد وعدد من المحافظات لإحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين غير المسبوقة ضد السلطة وضد فساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة بهالبلد اللي يشهد شلل سياسي كامل. ثوار تشرين واللي غالبيتهم العظمى من الشباب كالعادة ما رفعوا غير العلم العراقي وبعض صور الشهداء اللي سقطوا في التظاهرات عام 2019، ويدفع ثوار تشرين باتجاه هدم العملية السياسية على رؤوس مشيديها أو اللي جابوها أو اللي أسسوها أو اللي بنوها من الأحزاب الطائفية الفاسدة والميليشيات، وإقامة نظام وطني عراقي وراء فشل هذا النظام اللي نصب الاحتلال الأمريكي عام 2003. خلونا نشوف. كالعادة سياسيين العراق بكل محفل وطني أو شبابي أو شعبي يحاولون ركوب الموجة، كائن من يكون هذا السياسي أو شنو هي الجهة اللي يتبع لها، أو كان ما يتبع لأي جهة مثلا إذا كان مستقل لو أكو سياسي مستقل. لذلك اليوم شهد العراق محاولات من هالقبيل، منها محاولة ركوب النائب علاء الركابي موجة التظاهرات، ومو بس هو، لا النائب محمد عنوز هم يحاول المشاركة وركوب الموجة، لكن ثوار تشرين الواعي فاجأهم وطردهم من ساحة التظاهر وما خلاهم يركبون هاي الموجة. خلونا نشوف. Oh!
وبهالأثناء واصل ثوار تشرين على العهد برفضهم التام للتدخلات الإيرانية بالعراق، وواصل الثوار هتافاتهم في سوح التظاهر المنايضة لإيران وكلائها بالعراق، وردد المتظاهرون شعارات ثورة تشرين المطالبة بالتخلص من عملاء إيران وسطوتها على القرار السياسي. خلونا نسمع. الناس لما شافت اللي صار وتفاعلت ويا قضية ثورة تشرين علقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأول تعليق ويانا أخذناه من منصة تويتر رشا العزاوي، تقول: بالروح بالدم نفديك يا عراق، أجمل هتاف وأجمل من هتف، بورك العراق وشعبه الحي الشجاع، هاشتاغ العراق ينتفض. أما علي عزيز أمين يقول: التشرين الحقيقي قال كلمته اليوم، إسقاط النظام هدفنا وإسقاط الظاهرة الصدرية واجبنا، هاشتاغ العراق ينتفض. هيا الشمري: بغداد، البصرة، الديوانية، بابل، النجف، ميسان وباقي محافظات العراق طلعت ترفض نظامكم الدموي بهاي الأعداد اللي أنا متأكدة شفتوها ورعبتكم حاليا، تتصورون شقد راح يبقى نظامكم بالحكم، هاشتاغ العراق ينتفض. وليث سهر يقول: تشرين تتجدد، سرور ما بعده سرور، وأنا أرى شبابنا الثائر يجدد رفضه للظلم والاستبداد والتخلف بهذا الإصرار والثبات، هاشتاغ العراق ينتفض. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هاي التعليقات أو التغريدات حول إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين اللي صادف موعد إحياء الذكرى أو إطفاء العراقيين لشمعة الثالثة لهذه الثورة اليوم اللي هو 11 أو 1 تشرين أول. مشاهدينا الكرام، كالعادة لما تصير ثورة بالعراق، لما الشباب يطالب بحقه، لما الشباب يقول أنا أريد وطن، لما الشباب يقول أنا أريد بلد ما بي فساد، بلد ما بي محسوبية، بلد ما بي محاصصة، اتعلمنا لما يطلعون هذا الشباب الثائر نلقي به قمع. ملفنا الثاني نتكلم به عن القمع وتبعاته، قمع المتظاهرين، قمع الثوار في الذكرى الثالثة لثورة تشرين. اللي صاير انه شهدت تظاهرات احياء ثورة تشرين قمع حكومي تحديدا يم جسر الجمهورية، وتم تسجيل عدد من حالات الاختناق نتيجة رمي القوات الامنية المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. تم توثيق مقاطع مصورة استخدمت بها القوات الحكومية قنابل المولوتوف لتفريق المتظاهرين واخراجهم من المكان او انهاء هذا التظاهر. خلونا نشوف. قمع المتظاهرين بالقنابل الدخانية جسر الجمهورية الآن. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. وكم على دخله؟ وانت جاي صارون I'm
عصابات القمع الوحشي بقوات مكافحة الشغب بالدخانيات في الفلفل الحار. جانب من الإصابات والاختناق على جسر الجمهورية. هذه أحدى دخانيات النظام السياسي الفاشل الذي استخدمه ضد المتظاهرين. عزلنا نشاهد حاليا إطلاق قنابل المسيل للدموع وكذلك القنابل الدخانية. كالعادة يعني القمع متواصل ويا أي ثورة تصير بالعراق. أي واحد يطلع ويقول أني أريد حقي، أو يقول الموضوع اللي صاير بالعراق غلط، أو يقول الوضع الأمني اللي موجود بالعراق غلط، أو الوضع السياسي اللي بالعراق غلط، لازم ينقمع. ما اكتفت القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والثوار بهاي الصورة اللي شفناها، لا، تعلمت من دروس العامين اللي مضن وقامت باستخدام طريقة جديدة لقمع الناس، بحيث أنه منعت سيارات الإسعاف أنه توصل إلى مناطق تجمهر المتظاهرين. بهالحالة منعت نقل المصابين منهم بمفارقة وازدواجية مفضوحة بتعاملها مع ثورة طالب باسترداد وطن المختطف من قبل الأحزاب الفاسدة، وتذكروا تعاملها ويا اللي طبوا الخضراء. خلونا نشوف. المواطنين الشرفاء محتاجين مي للتحرير، وإسعافات ماكو ولا إسعاف، والجرحى عددهم هواي. أتمنى توصلون صوتنا وتدعمونا، بارك الله فيكم. المواطنين الشرفاء محتاجين مي للتحرير، وإسعافات ماكو ولا إسعاف، والجرحى عددهم هواي. أتمنى توصلون صوتنا وتدعمونا، بارك الله فيكم. الناس لما شافت طرق القمع اللي تستخدمها القوات الأمنية بشكل وحشي أيضا علقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجبنا لكم تعليقات أو تغريدات من منصة تويتر. بهاء خليل يقول: قمع ببغداد وقمع بطهران، يحاول أتباع الولي السفيه استعادة السيطرة على الأوضاع من خلاله، لكن الواقع يقول مهما حاولت أمريكا وبريطانيا حماية هذا النظام الفاشي فإن للشعوب الكلمة الفصل، وهي ما ستنتصر في النهاية. أما محمد الجميلي يقول: هاشتاغ قمع وقتل، ويقولون لقد أوصينا ووجهنا كافة القطاعات بحماية المتظاهرين، من الذي يطلق الرصاص؟ من الذي يقمع ويقتل؟ رنا تقول: سياسة حكومة الملالي في قمع شعبها الثائر بالرصاص الحي هي مصدر ووحي لحكومة الذيول في قمع المتظاهرين العراقيين. أما سارة تقول: قمع الشعب يعني أنكم تخافون من ثورة الشعب التي ستحدث يوما وتقتلعكم من جذوركم. كثرة الطغيان لا تعني بقاءكم، بل تعني أن نهايتكم ستكون شنيعة ومرعبة. اقرأوا التاريخ لمعرفة كيف انتهوا كل طغاة العالم. إذن كانت هذه التعليقات حول قمع المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، والمقطع الأول أو الملف الأول تكلمنا به عن إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين. أبو أحمد من بريطانيا، حياك الله يا أبو أحمد. أحيا لك أستاذ أفل ويا قناة الصحفيين الوطني. حياك الله أخويا. أستاذ أفل، يا ريت الثلاث سنوات اللي ذكرى واستمرار ثورة تشرين أن يقابلوا هذه الميليشيات، هذه الأحزاب الفاسدة، بالمقابل أنه يتعلمون شلون يواجههم. أولاً نتمنى من الله أن يتوحد الشعب العراقي كله من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. يعني أنا للأسف بارحة كنت بالعمل أو تبارحة، أحاول للأخوة الأكراد، يا ريت الأخوة الأكراد ينتبهوا أنه لا مكان لهم إلا في العراق، لأن لا إيران تريدهم ولا تركيا ولا سوريا، والدليل القصف مال إيران عليهم. خلي يرجعون إلى الصف العراقي اللي هو ما إلى غيره. فخلي يتوحد كل الشعب من أجل أن يسقط هؤلاء، لأن دول ما يستحون، الناس بتستحي. صار لها 19 سنة لا بنوا لهم مدرسة، لا بنوا لهم مستشفى، لا خدموا الشعب بنا تحتية. بكل الله لا يقولها العالم تفرح بالمطر، إحنا بالعراق نخاف من المطر، لأن تغرق الشوارع أو ماكو حركة تشل الحركة. الله لا يقولها أي واحد يتمرض يروح المستشفى، كل خدمات صحية ماكو. والله لا يقولها والله لا يقولها والله لا يقولها. فإلى متى هذول جاثمين على صدور الشعب العراقي؟ إخواني
التشرينيين اخواني الابطال، اخواني قدمتم الشهداء ولا زلتم في هذه المسيره، توحدوا اتفقوا. يجب ان كل العراقيين ان تكون بيناتكم خطط مقابل هؤلاء الناس الفاسدين، لان هؤلاء الفاسدين ما ينقلعون بسهوله، وانه اي تدخل اخر احنا ما نقبله، لان احنا نؤمن بعراقيتنا وحبنا للعراق من الشمال الى الجنوب. الكبيسي والراوي والموسوي والجبوري والعبيدي كلهم عراقيين، وهذا والزوبعي وهذا الوطن لهم. فلذلك توحدوا جميعا يا اخواني، هذه فرصتكم الاخيره. كنا نتامل من مقتدى ان يقدم شيء، ولكن مقتدى طلع حال الفاسدين الاخرين. فلذلك دعوتنا لكم الله، يا الله يا الله يا الله بالنصر، والف شكر لك استاذ هفلي الحبيب. نعم شكرا لك ابو احمد، شكرا لك. نعم اليوم هو 1 تشرين، اليوم الذكرى الثالثة ثورة تشرين، ولكن مع ذلك قضايا الناس ما تمنع أن نظهرها بهذا اليوم. صراعات الميليشياوية بالعراق مستمرة، لكن هاي المرة بمحافظة البصرة وثق مواطنون تضرر منازل المدنيين بمنطقة عوية سيان بقضاء أبو الخصيب بسبب سقوط صواريخ إيرانية الصنع عليهم. أفاد مواطنين ومصادر محلية من هناك أن الصواريخ انطلقت من القصور الرئاسية اللي تقطنها ميليشيا الحشد. خلونا نشوفها. ما القصر هذا؟ يا رجال طحت وضعوني، كان نايم هنا بهاي غرفته، شوف منين دخل صاروخ، صور من هاي المكان. هو لا يوقف ما شاء الله، كل من طلق الصاروخ جاء محمد، جوال محمد مهما كان السبب، زي ما كنت لا الحمد لله الله دفع عنهم. وراء ما نشر هذا الفيديو تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي يبين بها المواطنين والناشطين والمدونين ان الصواريخ الايرانيه اللي تم استهداف او اللي استهدفت منازل المدنيين في محافظه البصره بمنطقه عويسيان. خلونا نشوف هاي الصور. هاي صور مشاهدينا الكرام اللي تبين لكم الصواريخ اللي تم استهدافها او اللي سقطت على المنازل، المقذوف الصاروخي هذا والكتابه الايرانيه او الفارسيه اللي مكتوب عليه اللي تاكد انه هذا الصاروخ او هذا المقذوف هو عباره عن صاروخ ايراني صنع واطلق على منازل مدنيين، تم بسببه تدمير منازل الكثير من المدنيين، وعلى ضوء ذلك تم التوثيق. الناس لما شافت الفيديو ولما شافت هاي الصورة وتأكدت أنه هذا صاروخ إيراني علقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأول تعليق من فيسبوك سارة تقول هسه عالم شنو ذنبها تفزع ببيوتها. أما أبو علي العراقي يقول العراق أصبح عن أرض محرمة معرضة للصواريخ والألغام والعبوات الناسفة. أما أبو مهدي البصراوي يقول القصور متروسة عصابات. وأزهر العراقي يقول ويجيك واحد ويقول لك ليش تحكي على الأرجنتين، بانتهاك على اللي قاله عادل عبد المهدي لما سألوه عن المخدرات وقال تجينا من الأرجنتين. هاشم من الحلة حياك الله يا هاشم. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة يا غالي. أخوي هذه ابتلأ العراق بهذه المافيات، هذه الله وكيلك مافيات ضعيفة. كل التحديات اللي يمر بها ما زالوا يقمعون المتظاهرين في بغداد والمحافظات، يعني والا قدرتهم على المتظاهرين وعلى الناشطين وعلى الصحفيين، والا هم مستضعفين جبنة الله وكيلك. كل هؤلاء الزناديق الله وكيلك، زناديق متكبرين مجرمين. اي والله كلهم. كلهم ومن وراهم المافيات، هاي المافيات اللي ابتلى الشعب العراقي بها، المافيات هذه اهل السرقات اهل النفاق.
المتظاهرين ان شاء الله ما لا يتراجعون مهما قمعوا. اي والله كل هالبلطجيه هاي، اي والله كلها هذه زناديق البلطجيين. اي والله زناديق بلطجيين. نعم. ما زالوا هم يستعملون نفس الادوات اللي قتلوا بها بالثوره السابقه. نعم. من العام 2019 نفس الادوات. هؤلاء البلطجيين المنافقين، نعم سراق منافقين. نعم هم لا يقلون عن النظام القمعي المجرم اللي ما زال يستفيد دماء الشعب الايراني. نفس الشيء مقارنة نفس الشيء مع ذلك النظام القمعي المجرم البوليس في إيران. نفس الشيء يستخدم هذه ماسكات ضعيفة إنها هذه أدوات المحتل المجرم مهما وإلى آخره، مهما استخدموا من هذه الأدوات على قتل أو قتل المئات من المتظاهرين، صدقني لم يتراجع ولم يتراجع لأولئك البلطجية. هؤلاء بلطجيين جناديق سراق منافقين. اي والله. نعم. شكرا لك اخ هاشم. ابو صلاح من كربلاء، حياك الله يا ابو صلاح. حياك الله. السلام عليكم اخ فن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك يا غالي. العراق ايش خانه يرفع لها. عفوا. نعم. هاي اللحظه. تفضل يا غالي. ابو صلاح من فساد. نعم نعم وياك. اي اي تفضل. يعيش العراق من فساد الى ظلم الى قهر، حكومه فاشيه مجرمه عميله. نعم عميله، والشعب العراقي ضور من الجوع. نعم ساعات يا القمع اذا الواحد يحشي بالحق. نعم فنريد يعني من الدول العربيه ان تقاطع الحكومه المجرمه. نعم. لانها حكومه عميله فاشيه تحكم العراق، تحكم حكومه فاشيه. نعم. والمتظاهرين العراقيين الشرفاء يقتلون كل مره يطلعون يقتلون، فإلى ليش الشكل ده يصير في العراق؟ نعم. تصلون صوتنا خفا للدول. وصل اخويا وصل. شكرا لك ابو صلاح. ابو محمد من الدنمارك، حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم اخي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صراحه انا كنت اتوقع ان المظاهرات اليوم يكون اقوى كثير من اللي صار سابقا. كنت اتوقع ان المظاهرات يوصل الى ابعد المكان في منطقه الخضراء. صحيح ان الجماعه يعني جماعه المسلحين يعني منعوهم، لكن العدد مو كافي حتى يدخلون كل الاماكن. العدد كان قليل جدا، ما كنت اتوقع ان يكون العدد هيك اقل. يعني كنت اتوقع انه يدخلون كل الاماكن ويكون اقوى ويعني ينتشر اكثر والناس يثبتون وجودهم. نعم. بس مو بشكل المطلوب. انا اللي اشوف بصراحه صحيح صارت المظاهره بس مو بشكل المطلوب. نعم. طيب وغير العدد؟ والله صحيح يعني العدد قليل بس يعني توقعاتك شنو راح تكون ابو محمد؟ والله اذا يستمر المظاهره وما يجوزون حتى لو العدد قليل، مثلا بحرب بدر، معركه بدر المسلمين كانوا اقل والكفار كانوا اكثر، والانتصار لمن صار؟ للمسلمين. فاذا العدد قليل هم اذا يستمر مثل السابق فبالحاله يثبتون وجودهم ويكون انتظار 100%. هذا اللي انا اريده. نعم. شكرا لك ابو محمد من الدنمارك. مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفون
الفساد ينخر جسد الدولة من عام 2003 لحد هاي اللحظة. اليوم انقتل وانصاب العشرات من العراقيين بسبب انهيار بناية مؤلفة من 4 طوابق وسط العاصمة العراقية بغداد. مديرية الدفاع المدني قالت أنه حادث الانهيار وقع في بناية المختبر الوطني في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة. وضحت وراها أنه عمليات الإنقاذ مستمرة حتى يطلعون الناس اللي صاروا جوا الأنقاض. والحد هاي اللحظة تم إنقاذ 13 شخص فقط. عندنا مقطع مصور يظهر لحظة انهيار المبنى في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد. خلونا نشوف. معقول تريد شيء عمارة كلها قزاز ليش تطلع تراب؟ بابا حتى نارك أباك نار قبض. بعد انهيار المبنى والسقوط على رؤوس الناس بدأت الفيديوهات تنشر على مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا مقطع مصور يظهر جهود فرق الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد لإجلاء العالقين تحت الركام أو الأنقاض، حيث أظهر المقطع أحد الناشطين الإعلاميين بيّن باستخدام المعدات الثقيلة لإنقاذ المحتجزين داخل البناية المنهارة. خلونا نشوف. عليكم إلى الآن تحاول فرق الدفاع المدني إجلاء الأشخاص المحتجزين داخل هذه المنهارة بالقرب الواثق في الكرادة. هذه هي العمارة انهارت تقريبا 3 دقائق من الآن، وما زالت محاولات إجلاء الأشخاص المصابين. بحسب شهود العيان قد يتجاوز عدد الأشخاص المصابين داخل هذا المكان 20 شخص، خاصة أن هناك الكثير من المراجعين موجودين في هذا المكان. قوات الدفاع المدني ورجال الدفاع المدني قاموا بإحضار آليات ثقيلة لرفع الإنقاذ الموجودة، ومن ثم إجراء عمليات بحث واستبدال على الأشخاص الموجودين داخل هذه البناية لإنقاذهم بالوقت السريع. بحسب أحد شهود العيان قال أن ما تم إجلاءه من هذا المكان حوالي 10 أشخاص، وأيضا تم إجلاء عدد من أفراد أسرته، لكن أحد أفراد أسرته ما زال موجود داخل البناية. السلامة للجميع إن شاء الله. الناس لما شافت فيديو الانهيار، ولما شافت فيديو الصحفي، ولما شافت فرق الدفاع المدني وهي تحاول تنقذ الناس، علقت على منصات التواصل الاجتماعي. من فيسبوك جبنا لكم عبوسي سعد يقول وين المقاول البناء؟ جابوا له طفر، وابو الملك جابوا له شرد لو بس على الفقير. اما ابو صاحب البيات يقول والله العراق ترى كله مثل هذه العماره، واقف بقوه الله الله يساعدك يا العراق. قصي فخري الحديثي يقول يجب إعادة تقييم إنشائي لكل بناية أنشئت بعد عام 2003. أما أبو عبد الأحمد النوري، هذه الإنجازات الحكومة الحالية حتى بناياتها هسه لا تستطيع الثبات. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه التعليقات حول انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق على رؤوس الناس في ساحة الواثق بمدينة أو بمنطقة الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد. أبو أسد من البصرة، حياك الله يا أبو أسد. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، بس أنا وفرت مهم. نعم. عن البصرة وفرت معلومة من نفس منطقة بغداد. انطلق صاروخ كبرشيد أو من الزعفرانية الصبح الفجر وهي صلاة الفجر. نعم. هذا الصاروخ انطلق، شو ما حد أعلن عنه، لا الحكومة لا الأحزاب. شنو السبب؟ وقع بالعمارة يعني على يا عمارة وقع؟ بالإعلام، بس هذا سؤالي. على يا عمارة وقع؟ رعب. أنا أقول لك وقع على العمارة هاي بتحت الواثق، بس أقول لك صاروا صلاة الفجر حسب معلومة.
زين هذا صاروخ الحكومه ما تدخل بالتايتين ولا بالاخبار ولا بالنشرات الاخباريه، صاروخ الصبح انطلق المنطقه يعني منطقه قريبه عن الصاروخ الرعبت من الصوت مال الوحيد مال الصاروخ. وانا اشكرك. نعم نعم نعم، شكرا جزيلا لك ابو اسد. ابو اسد تسالت عن شغله يقول ما حد قالها، يبدو انه ما حد صور هذا الصاروخ او ما حد يعرف بهذا الشيء، لكن راح نسال ونتطقس، واذا كان شيء موجود لهذا الشيء ان شاء الله تتابعه وتشوف الخبر مالته على قناتنا. ابو عبد الله من اربيل حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. احييك وحيي المشاهدين. حياك الله يا غالي. احيي طبعا سواد تشرين. نعم. بس هاي بالنسبه لسواد تشرين انا ما صور يعني صدور عاريه هيك شيء قامون هيك ميليشيات ومافيات وسراق وحراميه. استاذ احنا نحتاج ثوره مسلحه. نعم. يعني الرجل من 2003 دا يقتل بيك، انت شنو رايح لصدرك عاري والله اني تسقط ايران ويسقط مال منو يسقط شنو يسقط؟ ماكو يسقط، هو اللي سقطك استاذ. نعم. احنا نحتاج ثوره مسلحه. ثوره مسلحه، الرجل واقف قدامك سلاح بيده ودا يقتلك. نعم. يعني شنو انا رايح لصدر عاري؟ يعني احنا قاومنا 8 سنين ايران، بس بشنو قاومنا؟ هم بسلاح، احنا رايحين بصدور عاريه كان نقدر لهم استاذ. نعم. ما نقدر لهم والله. نعم. بس شنو ثوره مسلحه؟ الرجل شايل سلاح قدامك، من يقدر كذا القوات الامنيه اللي واقفين هسه على جسر الجمهوريه او ذاك الصوب من بغداد يعني على ساحه النسور، من يقدر كذا القوات الامنيه؟ مو قوات امنيه، من يقدر مو ميليشيات؟ يعني شنو هم هوياتهم عارضين هوياتهم منه؟ نعم نعم. حتى وجههم ما بين شنو هو؟ ما تعرف ارجنتيني ايراني امريكي شنو هو؟ نعم. ودي يقتل مهنات هاي ودي يقاوم ويجيب ودي ودي يحمل اما المفسدين اللي قاعدين بالخفاء. يعني خليهم هم هذول الفاسدين السياسه. نعم نعم نعم. يعني شنو شو يقدرون يسوون هذول؟ بس احنا نحتاج ثوره مسلحه، وهاي البنايه اللي طاحت اللي انهدمت اتصور فعل فاحش. نعم. لو يردون الثوره اللي نسويها ضد هذول الفاسدين على بد يشغلونا بغير شيء، هسه بعد راح يلقون شغلات همينه، قصف كردستان منا وهاي البنايه طاحت وبعد شغلات يجيبوننا. طيب الله يخليك، انا اقول لهم هذول الثوار هذول اقول عيني عينكم على نفسكم ترى قتلوكم هذول قتله، انتوا تقتلون قامون بسلاح ما شاء الله وسلاح وايد بالعراق ترى. نعم. شكرا 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 لك ابو عبد الله. ابو عبد الله يوجه رساله الى ثوار تشرين والى الشباب العراقي يقول ديروا بالكم على انفسكم، ترى ذول اللي قدامكم قتله ويقتلون بالشعب العراقي من 2003 لحد هاي اللحظه، لا تروحوا لهم بصدوركم العاريه لان راح يقتلوكم، فيوجه لكم تحذير. شكرا لك ابو عبد الله. احمد من مصر حياك الله. السلام عليكم استاذ افضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييك وبحيي قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله يا اخوي. بالنسبة للقصف الإيراني، أولا أنا بحيي النساء الإيرانيات الأطفال الأحرار الذين يقومون بالتظاهر ضد النظام الملال الإيراني. هم الست الإيرانية بمئة راجل، إنها شافوا الذل والإهانة من النظام الملالي، التجويع والخوف باسم الطائفية وباسم الشيعة وبالتشيع. أنا بحييهم من جمهورية مصر العربية. فأنا بوجه تحياتي لثوار تشرين البواسل الذين سطرون الملاحم في العراق. نعم. فبالنسبة لمصطفى الكاظمي، إزاي مثلا أنت بتعمل بيضرب المتظاهرين بالهاونات والغاز المسيل وضربهم بالنار؟ طب ما إيران ما بتضرب العراق بالصواريخ وفي أربيل وبالصواريخ. قال لي بقت أربيل هي إسرائيل، ما إسرائيل موجودة لا حدودها ولا فيها مكان ما في أرض فلسطين المحتلة. لما تضرب إسرائيل لو هم أبطال، أنا بقول لك في إسرائيل في أربيل وفي البصرة، طب ليه الإهانة دي؟ لأن
الدولة العراقية ما لهاش هيبة من سكوت النظام الوطني السابق الذي كان الزعامه الرئيس صدام حسين الله يرحمه، كان له هيبة العراق، ما كانش حد يقدر يضرب طلقة. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أنت تكلمت عن 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 جزئية وذكرت بها فلسطين المحتلة، أتحدى إيران وميليشياتها في الدول المسيطرة عليها اللي هي تدعي أنه هي مسيطرة عليها، وأي ذنب إيراني أن يروح يدافع عن فلسطين والقضية الفلسطينية، وأتحدى أن ترى إطلاقة إيرانية واحدة في فلسطين لتحديدها. يا باشي يا أستاذ أغل، بعدين إذن حضرتك. نعم. إيران وإسرائيل وأمريكا واحد، يعني عشان تبقى أنت عارف بالنور، كله بيقوم بيلعبوا على الدول العربية، بيضحكوا على الدول العربية بالعربي كده. إيران بتقول لك أنا ضد إسرائيل، طب ما تضرب إسرائيل ما موجودة في فلسطين المحتلة. أنت شفت إيران يا أستاذ أغل في حياتك يحارب من اجل القضيه الفلسطينيه؟ يعني شفتوا استشهد الشعب المصري والشعب العراقي والشعب السوري في سبيل القضيه الفلسطينيه، والقضيه اصلا متباع. انت فاهمني يا استاذ قفل؟ الشعب المصري ده حابب دماغه في القضيه الفلسطينيه، بس احنا ما بنتاجرش يا استاذ قفل للناس دي. وشكرا لك. شكرا أستاذ. شكرا لك اخ احمد، وتحيه من الشعب العراقي ومن قناه الرافدين ايضا الى اخواننا في مصر. محمد من امريكا، حياك الله. الو، السلام عليكم، وحي قناة الرافدين. حياك الله اخوي. الخزي والعار لابو عمامة، الخزي والعار لابو قاف مو بعقال. تحياتي عمري احيي المتظاهرين الابطال، دول حشاك، دول الجيش ما جيش، الميليشيات تحمي حشاك الكلاب السائبة منطقة الخضراء، دول كلهم قتلت دول ولاهم كل الايران كفيلك الله. نعم. هم شلون فجروا هاي البناية بالكرادة حتى يزقوها براس متظاهرين كفيلك الله. هاي شغلة مدسترة، شغلة مدستريها كفيلك الله. ريال بن هاي المستشفى هم فجروها، هم هاي العصابات ولاها الإيران تابعة الإيران، هي الكرادة من سيطر عليها كلها. نعم. بدر وغير بدر ميليشيات بدر كفيلك الله. هم ما حايرين بالشعب، هم ما حايرين بالشعب، حيشك حايرين بالملايين مالتهم بالصبح عدو. نعم. كفيلك الله الملايين كان مالتهم، حيشك القوانا مالتهم معرة، الله يطيحهم حشاك وحظ جابهم عليهم، الله ينتقم عليهم. الخزي والعار لابو عمامه، احيي قناه الرافدين البطله، والخزي والعار لابو عمامه وابو قار. تحياتي. حياك الله ام علي ويانا، حياك الله. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. وتعذبني خاف تنقطع الخط استاذ أفل. العماره الواثق بفعل فاعل بفعل السياسيين الفاسدين حتى يشتتون انتباه المواطنين. نعم، انقطع الاتصال يا ام علي، اعتذر منك. ابو احمد من اربيل، حياك الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا ما اريد اطول عليكم ولا اطول على نفسي، هذا الانفجار مبين، ذاك هو مبين من السياسيين اللي هم مشربين بالسلطه. نعم. هم مخطئين بهذا الوقت، وما تكشف على الشعب العراقي، الشعب ذكي وفاهم الشهوه، وهي مفهومه اوامر الشعب العراقي كله. نعم. وما وإن شاء الله الله ينتقم منهم، إن شاء الله كل من يظلم عراقي يظلم. نعم نعم. كان ما يكون إن شاء الله بجهنم إن شاء الله، والله يطول حماكم ويخليكم القنوات هاي الحلوة. يسلمك ويحفظكم ويحفظ أمة محمد إن شاء الله. يسلمك أبو أحمد، شكرا شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نشب حريق كبير بسوق الإسكان الصناعي بمحافظة بابل، ما أدى إلى حرق المحلات بالكامل وخسائر مادية كبيرة لأصحاب المحلات. الحمد لله من دون خسائر بشرية بسبب تماس كهربائي. أم علي من بغداد رجعت لنا، حياك الله أم علي. السلام عليكم أستاذ أفل، تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لقناة الرافدين البطلة. حياك الله أستاذ أفل. هناك ارتباط وثيق بين سقوط العمارة، عمارة الواثق، وما بين المظاهرات اللي قام بها السياسيين الفاسدين. نعم. اللي هم أصحاب القرار في العراق حتى يشتتون انتباه المواطنين ما بين المظاهرات وما بين سقوط العمارة، لأن العمارة ما سقطت من كيف إلا فعل فاعل. هناك رأي يقول أعمدة لتوسعة العمارة وزالوا عموديا من الأساس،
لذلك الميليشيات قاموا بها حتى يشتتون أنظار المواطنين مع بخصوص المظاهرات. وثانيا المظاهرات ليش أنتم المتظاهرين ليش سويتوها مكانين بساحة النسور وباب الشرجي؟ ليش مو بساحة التحرير سويتوها؟ أنت يا برغام ليش شتتت المظاهرات؟ المظاهرات مركزية مقرها في ساحة التحرير، ليش سويت بساحة النسور؟ نعم. السياسيين يحاولون أن يشتتوها للمظاهرات. نعم. وشكرا. شكرا شكرا لك علي. نافذة أنت ترى دزولنا حريق نشف في سوق الإسكان الصناعي بمحافظة بابل. هذا الحريق التهم المحلات التجارية الحمد لله والشكر بدون خسائر بشرية. يقولون أنه هذا حريق بسبب تماس كهربائي. أصحاب المحال التجارية قالوا أنه الأسلاك التالفة هي اللي سببت هذا الحريق وطالبوا الجهات الالتزام بواجبها ومتابعة الأسلاك التالفة. هاي حوادث مثل هاي الحوادث هواية صارت. وشك أصحاب المحال التجارية الإهمال الحكومي إلهم وللسوق ولقضية الأسلاك الكهربائية اللي تسببت بهذا الحريق اللي التهم قوتهم وقوت عوائلهم. خلونا نشوفها. خبرونا قال يا بالتماس كهربائي وبالسوق وهن اللي احترقن 7 محلات. وهذا السبب شنو؟ سبب الشغلة يعني المحلات تخطيطها غلط. يعني حتى الأطفاء اجت منها كثير الطريق الطفي ما إلها طريق بالقوة يلا قدروا يطفون الناس مشكورين. الضرر هذا المحلات مالتنا والزرع مالنا لا ظلت لا بنكات لا بناء لا كل تفلش. نظر الى هذا السوق القديم اللي شيد بسنه 1996 ولا مجال سيارات الاطفاء اذا حدث ما حدث. وهذا دليل على ذلك انه السوق احترق وما قدرت الإطفائية إلا بجهود المواطنين والقوات المسلحة. فإحنا نطلب إنهم بالنسبة يجون فلوس تعال تعطون فلوس كهرباء وتعال انقطعت الكهرباء لأنهم ما مسددين لأنهم هم قاعدين يأخذون الفلوس وما يقعدون يسددوها إلى شو اسمه الكهرباء. الاسكان ناحية الإسكندرية هذا سوق الإسكان ناس كسبة وأمورهم حيل تعبانة. المشكلة بالمنطقة السوق الوحيد بالعراق مو أقول لك بس بالناحية الإسكندرية لا السوق الوحيد بالعراق اللي أبوابه كلها مسدودة. السلام عليكم. يعني تروح السوق المسيب مفتوح الشارجة مفتوحة السوق العربي مفتوح تدخل السيارات. ليش سوق الإسكان هو الوحيد اللي سادينه وهم امورهم تعبانه وهسه تشوف الضرر هذا مالتهم اللي متأذين. من يتحمل مسؤوليتها؟ سياره الاطفاء اجت دخلت لقت العارضه مسدوده ما قدرت تطب من هذا المكان ما قدرت تطب. سوق مهمل لا الشركه اللي ترممه وترتبه للعالم بس يطالبك بايجارات ابو الشركه يطالبك بايجارات. هاي المناشده نقلناها لكم اليوم ذكرى ثوره تشرين الثالثه ولذلك الناس اليوم كلها فكرها كان بالثورة والإجابة ذلك تصدر اليوم هاشتاغ ترند العراق اللي هو وسم أو هاشتاغ الثورة. فكرة مفوضة وتفاعل مدونون ومغردون عراقيين على هذا الوسم ولذلك جبنا لكم بعض من هذه التغريدات. نور حمدي تقول الشباب الأحرار والتيار ليسوا من سراج واحد. التيار الصدري هو والإطار التنسيقي والطبقة السياسية حاكمة كلها كانوا ولا زالوا وسيبقون أعداء للشباب الأحرار. بيننا دم وقضيتنا قضية وطن والله لن ننسى أفعالكم. حسين واثق يقول تشرين حرة خرجت من أجل وطن لا من أجل شخص أو مصالح شخصية لشخص. الخزي والعار للمهجرين والمطبلين والراكبين للموجة. أما المهندس محمد عراقي الثورة فكرة مفوضة للتذكير والتثبيت أن تشرين فكر ووعي وإدراك كامل بجميع الأمور ليست فوضى أو عشوائية تخبطية كما أنها لن تسمح لأي فاسد أو متسلق باستغلالها. وآخر تغريدة ويانا من بسام الشمري ثورتنا بها الدكتور والمهندس والطبيب والمثقف والشاب والبنات. ثورتنا ستبقى شوكة في عيون السراق والقتلة. هاشتاغ الثورة فكرة مفوضة هو هذا الهاشتاغ اللي صدر ترند العراق. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه اليوم فيما يخص موضوع ثورة تشرين. وعندنا رسالة تقول سيبقى العراقيون كل سنة يتذكرون ذكرى ثورة تشرين ويقدمون تضحيات وجرحى ومصابين ومعوقين إلى أن يوم خرج المتظاهرين والنتيجة هل أرواح شبابنا رخيصة؟ سؤال موجه من أحد المواطنين إلى الناس. مشاهدينا نلتقيكم إن شاء الله باكر بإذن الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.